لا زالت في أرضية هذا الميدان في انطلاقات وتحديات ومنافسات. أسير بحضراتكم إلى تحدي هذا الشوط والمنافسة والانطلاق الأصيل والجميل. شوطنا 19 يحمل في طيات هذه الشعارات وهذه الأسماء، حيث نذهب بحضراتكم إلى منافسة من منافسات الانتاج وأشواطها المعتادة والمعروفة بتواقيتها وبأصالتها من قبل الملاك والمضمرين في المتابعة والتدريب. المقدمة المركز الأول في هذه اللحظات لطامة تتقدم لعبد الله بن سعيد بن علي الكتبي، ياتي على مقدمة الشوط، بينما في المركز الثاني ياتي شعار بن منانة في هذه اللحظات منصور بن سعيد لراشد بن سعيد بن منانة. وصل مشاهدينا الكرام مع المزن تحتل المركز الأول. المركز الثالث الآن ناتي إلى شعار بالدليلة، وهذه الصعيبة تعود ملكيتها لمبارك بن حمد بالدليلة العامري، ياتي ويحتل المركز الثالث، بينما بن كليب في المركز الرابع. هذه نواصي لعبد العزيز بن سيب بن كليب يتقدم للمركز الرابع. المركز الخامس بن زيتون، ماذا يقدم مع الشايبة؟ حمد بن عوض بن زيتون المهيري. المركز السادس انتقل إلى همسة لراشد بن سالم بن راشد بن غدير، يقدم همس على المركز السادس. المركز السابع وصلت غرناطة سيب بن محمد بن عصيان المنصوري في المركز السابع. المركز الثامن، المركز الثامن لمعة سالم بن مطر بن فرحة الكتبي يحتل المركز الثامن. تاسع المراكز هذه اللي وصلت التبرة خالد بن سعيد بن محمد الكتبي. والمركز العاشر هناك تواجد من ميثاق لحمد بن سالم بن نصر العامري، يتقدم ابو عبد الله مع وجود هذا الاسم. هذه الاسماء اللي ذكرناها لحضراتكم في ملتقى هذا الشوط، في ملتقى في تحدي المقدمة. ما شاء الله عودة إلى المزن، عودة إلى المزن راشد بن سعيد بن منانة، ما شاء الله يتقدم في هذا الملتقى وفي هذا اللقاء. المركز الثاني وصلت الآن الصعيبة مبارك بن حمد بالدليلة العامري يحتل المركز الثاني، بينما الشايبة في المركز الثالث. هذه الشايبة حمد بن عوض بن زيتون المهيري، أهالي منازف أيضا في الحضور والمتابعة، بينما المركز الرابع للطامة عبد الله بن سعيد بن علي الكتبي يصل في المركز الرابع ليلطم هذا الشوط، يبغي يلطم هذا الشوط منافساته وتحديه ومشاركاته الفنانه، بينما هذه همس قادمه، همس قادمه راشد بن سالم بن راشد بن غدير يتقدم في هذه اللحظه يحتل المركز الخامس. المركز السادس هناك نواصي عبد العزيز بن سيب بن كليب ياتينا. السابع المركز الثامن وصلت غرناطه سيب بن محمد بن عصيان المنصوري يحتل المركز السابع وثامن المراكز. هذه التبرة خالد بن سعيد بن محمد الكتبي، وكذلك شعار بن منان الاخر قادم. يا سلام، هذه الاسماء اللي حضرت وتجاوزت كل هذه الارقام. الله، عود الى المقدمه والصداره ومن جديد. الله، ايام وزمان، ولكن تحدي مع الشايبه، تحدي مع الشايبه اللي فرضت نفسها وسيطرتها في ملتقى هذا الشوط. هذه الشايبه امامكم حمد بن عوض بن زيتون المهيري، قلت لكم بانه هالمنازل في هذا الشوط يمكن يكونون غير، لكن المركز الثاني وصلت وصلت وصلت. عادت المزن من جديد لراشد بن سعيد بن منانة بالدليلة من الجانب الآخر. بن عصيان، بن عصيان لا تكسر الأوامر، لا تعصي الأوامر يا بن عصيان، غير، خذ المركز الثالث الرابع. لكن بن منانة الآخر مع أيام 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 وزمان، أيام جميل، مع أيام سالم بن سعيد بن منانة بالمركز الخامس
وهمس لا زالت. راشد بن حمد، راشد بن سالم، راشد بن غدير، ولكن شوف الاسماء اللي حضرت كذلك. شعار بالقوم قادم و1200 على خط النهاية. ما شاء الله، الكل يريد الانتصار، الكل يريد الفوز والناموس، لكن عودة إلى قمة الشوط. المزن المزن، لكن هناك غرناطة، غرناطة، هذه غرناطة غيرت إلى المركز الأول. سيف بن محمد بن عصيان المنصوري، لكن الله يتبره، الله يتبره. خالد بن سعيد الكتبي يحتل المركز الثاني. شوف 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 هذا الاسم، ما شاء الله، بالقوم بالقوم بالقوم، راح معاهم، راح مع الشاهينية. راشد بن علي بالقوم الكتبي، او راشد بن عتيج بالقوم الكتبي. شوف 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 التبره، التبره بن عصيان، ولكن بالقوم اظني خلاص خلاص بيستلم، بيستلم قيادة الشوط. هذه الشاهينية كالعادة، راشد بن بالقوم، راشد بن عتيج بالقوم، لكن شوف الحاضرة، هذه اللي حضرت العاصمة، العاصمة العاصمة، محمود بن مسلم بن سالم الجنيبي. مشاهدي الكرام، تذهب بالناموس إلى السلطنة، إلى السلطنة، إلى العاصمة. شوف 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 محمود بن مسلم بن سالم الجنيبي، ما شاء الله، يخطف الناموس، يخطف الناموس والأداء والمشاركة من خلال هذه اللحظات. وين نقول السلام لأهل السلطنة؟ شوف ما شاء الله، العاصمة، العاصمة تنتزع ناموس هذا الشوط. هذه العاصمة، سلام لأهل البشاير في السلطنة عموما. على كل حال، سلامي عليك الجنيبي مسلم، محمود بن مسلم بن سالم الجنيبي، أسعد الله صباحك، تهانينا والناموس على فوز العاصمة بالمركز الأول وناموس هذا الشوط. المركز الثاني، هذه اللي وصلت شاهينية، راشد بن عتيج بالقوم. المركز الثالث، حاضرة غارة، ساري بن سيف بن ساري بن بلوش المزروعي. المركز الرابع ياتي وشعار سالم بن سعيد بن منانه مع ايام. والمركز الخامس، المركز الخامس غرناطه، سيف بن محمد بن عصيان المنصوري. هكذا كانت النتيجه، ونعود للتوقيت الزمني. هذه لحظات الوصول، تنافس وتحدي واثاره على مر التاريخ في منافسات الصغار والكبار، الا ان دائما التي تخطف الناموس في المشاركات هي مشاركاتنا قويه. 7 دقائق و32 ثانيه، 9 أجزاء من الثانيه. العاصمه لمحمود بن مسلم بن سالم الجنيبي، كسبت ناموس هذا الشوط وهدته الى اهالي السلطنه. المركز الثاني، هذه الشاهينيه، راشد بن عتيج بالقوم الاجتبي، حضرت وحصلت على ثاني المراكز في هذه المشاركه ب7 من الدقائق 37 ثانيه، وجزئين من الثاني تانينا والناموس. المركز الثالث كان شعار ساري بن سيف بن ساري بن بلوش المزروعي، حل في المركز الثالث ب7 دقائق 37 ثانية، 7 أجزاء من الثانية تانينا والناموس كذلك على هذه المشاركة وهذا الأداء الجميل من قبل إغارة.